يقدمها عبد العزيز بن سيف بن كليب لكتبي يتقدم على صدارة الانطلاق وعلى المركز الأول. المركز الثاني تأتينا وتتقدم حشمة سلطان بن سيف بالضبيعة لكتبي، يقدم حشمة في مكان الحشمة وفي الانطلاق الممتاز. المركز الثالث تأتي الشاهنية لجنة الشباب بمتابعة سالم بن سعيد، والمركز الرابع أيضا الغاتمة الشاهنية لجنة الشباب بمتابعة سالم بن سعيد، وخامس المراكز أيضا الشاهنية حاضرة بالانطلاق وقادمة بالانطلاق لجنة الشباب بقيادة سالم بن سعيد. المركز السادس تتقدم منصورة باحثة عن الانتصار لسعيد بن مايد بن سالم لكتبي، يقدم منصورة وأيضا الوصول مع لذة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة لكتبي من يتابعها بعملية التضمير، وأيضا القاتمة الشاهنية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يتابعها عبيد بن محمد بالضبيعة لكتبي بالمتابعة والتضمير، وأيضا القاتمة أرصاد لسمو الشيخ لزمو الشيخ القادمة أرصاد نعم بالانطلاق الممتاز، أو القادمة نعم القادمة بالتحدي وبالإثارة غازية لزمو الشيخ سعيد بن خالد بن حمدان النعيمي وسعيد بن فايل الزرعي بالمتابعة وبالتضمير على المركز التاسع وعاشر المراكز، أو المركز الثامن وتاسع المراكز وعاشر المراكز الشاهنية والشاهنية لمؤسسة هجنة الدشبة بمتابعة سالم بن سعيد. مشاهدينا متابعين الكرام، إذا هذا هو نداؤنا الأول، دعنا على مسامعكم بالشوط الرئيسي الأول شوط الضباب. يوم ما عندك سبوق ما تياب تاخذ الأول من الأول غصب، ما تمرح غير في شوط الضباب. يوم بعد الخط الأبيض مقترب لي منوخ أمها حاسب حساب حاط فيها الظن من قبل الأدب والشهن، تتقدم على الصدارة تتقدم على المركز الأول، يقدمها عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب لكتبي ممثلا لأهل المدام ممثلا لأهل المدام بالشوط الرئيسي الأول مع انطلاقة الشاهنية مع انطلاقة الشاهنية. لكن هجنة الدشبة على المركز الثاني تتقدم مع الشاهنية لهجنة الدشبة بمتابعة سالم بن سعيد، والمركز الثالث الرابع والخامس أو المركز الثاني هناك القادمة المركز الثالث الشاهنية لجنة الشباب لمؤسسة جنة الشباب بمتابعة سالم بن سعيد. والكيل الأخير ننوه المتابعين وأيضا ارصد لي القادمة وصلت غازية وصلت غازية تقدمت غازية لسمو الشيخ سعيد بن خالد بن حمدان النعيمي وسعيد بن فايل الزرعي بالمتابعة والتضمير، ولكن هجنة الدشبة على صدارة الانطلاق على صدارة التحدي مع انطلاقة الشاهنية مع تحديات الشاهنية على المركز الأول. هجنة الدشبة متصدرة هذا الشوط بانطلاقة الشاهنية، ولكن غازية على المركز الثانية. المركز الثالث الشاهنية لجنة الدشبة بمتابعة سالم بن سعيد، ولكن خلونا مع البداية الشوط الرئيسي الأول الشاهنية انطلقت إلى الفوز انطلقت إلى هذا التحدي. ما شاء الله تبارك الله على العروض الممتازة سلامي يا هجنة الدشبة سلامي الشاهنية سلامي على العروض المميزة. إذن الشاهنية تسجل وتدون لدى شعار هجنة الدشبة أول أشواط الصباح أول أشواط المحليات أول أشواط البكار يسجل باسم الشاهنية وباسم مؤسسة هجنة الدشبة. مشكور يا سالم بن سعيد. المركز الثاني غازي لسمو الشيخ سعيد بن خالد بن حمدان النعيمي، الرابع والخامس
الخامس لجنة الشباب المركز الرابع الثالث والرابع لجنة الشباب المركز الخامس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. التوقيت 6 دقائق و 18 ثانية يسجل ويدون باسم الشاهنية لجنة الشباب وبمتابعة سالم بن سعيد. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.